إلى ذلك قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها لن تتسامح مع سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار. وأضافت هيلي في بيان لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ إجراءات حاسمة لتوضيح أن الولايات المتحدة ستواصل الالتزام بشروط الاتفاق النووي الإيراني، لكنها لن تتسامح مع سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار. هذا وتعد السجون الإيرانية محطة هامة من سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها عشرات المدن الإيرانية في مختلف أرجاء البلاد، فهي مقابر لأرواح المعتقلين الإيرانيين العزل من المحتجين، كما أنها مقابر لأحلام وطموحات الشعب الإيراني في تحقيق احتياجاته والإطاحة بنظام الولي الفقيه.